هذا المنشور قد يكون هو منشور يصوره بسيط، بس ياخذ له صوره او كذا ونشره او رساله، طبعا قد يكون له اصدقاء. وهسه احنا عندنا قضيه، طبعا المشكله هي قضيه الجروبات، هاي جروبات هاي الواتساب، الجروبات. يعني نشره مثلا قال انا هذا مثلا والله احنا مجموعه جروب، خاصه، واحنا جروب مجموعه واحنا خاصه. محدود. طيب انت شلون تسمح ان تتداول وثيقه رسميه بهذه الجروبات؟ ما مسموح. طيب احنا مو معرضين للاختراق، معرضين للمراقبه. هذه ما دام اكو طيف كهرومغناطيسي، ما دام اكو طيف فضائي، ما دام اكو شيء الكتروني انصنع، اذا اكو من يستطيع ان يحلل هذه الصناعه، واذا هناك من يستطيع ان يحصل على هذه البيانات. انت شنو اللي جاري لك او شنو اللي يعني يخليك ان تسرب هيك وتعال هو انت تتعامل بطريقه رسميه؟ ياتي الى مكتبك او انت تذهب الى مكتبه، او هناك بعض العبارات المتفق عليها بياناتكم ما تبين خطوره هذا الموضوع وتطلب من عنده ان يجي لكي تناقشون هذه الحاله. ماكو داعي ان تسربها وترسلها بالموبايل او تعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذه الحاله راح تكون حاله مضره بدل ما هي تكون نافعه.